تفشي وباء الكورونا والإجراءات يلي تم اتخاذها من قبل الحكومات أثرت على كل القطاعات وأبرزها قطاع السيارات، حيث توقفت المصانع وتراجعت المبيعات وصار مصير ملايين العمال بمهب الريح. الصين وبالتحديد مدينة ووهان، مدينة السيارات، ومطرح ما تفشى وباء الكورونا أغلقت المصانع فيها وتأثرت المبيعات وتراجعت حوالي 92% بالنص الأول من شهر فبراير شباط، والتوقعات بتشير إلى أنه هالتراجع رح يبلغ حوالي 10% بالنص الأول من سنة 2020 وحوالي 5% عند نهاية سنة 2020. مش بس الصين يلي تأثرت بتراجع المبيعات، إنما أيضا الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية وغيرها. ردة الفعل كانت من خلال تحسين المواقع الإلكترونية وإنشاء أبليكيشن لتعزيز تجربة الشراء عند المستهلك حتى هالتجربة تكون كتير فريندلي وسهلة. فورد وجنرال إلكتريك تعاونوا لإنتاج 50,000 جهاز تنفس وكانوا مستعدين أن يقدموا 30,000 جهاز بالشهر. هيونداي غيرت شعارها وتوجهت نحو التوعية. مرسيدس شاركت مع اليونيفرسيتي كوليدج أوف لندن بإنتاج أجهزة تنفس وبمعدل 1,000 جهاز بالنهار. شركات السيارات توجهت للدعم مع الطاقات الضخمة اللي بتملكها. مثلا شركة جنرال موتورز وسايك بالصين قاموا بإنتاج 1.7 مليون قناع بالنهار، ومثلهم بي واي دي وجاك يلي كانوا عم ينجوا حوالي 5 مليون قناع بالنهار الواحد. عائلة أنيلي يلي هي بتوقف ورا شركة فيات برعت ب 150 جهاز تنفس، إضافة لأسطول من السيارات للصليب الأحمر الإيطالي، ومثل عمل كتير من الشركات.